سيستم، يعني اذا قاعد اذا واقف اذا تتحرك، يعني تشوف تبين لغة الجسد بكل حالاته. مفهوم اللغة الجسدية بعض منها من الحركات، بعض منها يعني بلغة العيون او بالهمز او بعض باليد، يعني ها كلها تبين شبه الكلام، يعني تبين تقريبا هاي يسمونها لغة الجسد. وهاي اكو طبعا احنا ندرس على هذا الموضوع مال لغة الجسد او لغة الحركات. لغة الجسد هي لغة يعني قبل اللغة اللي هسه احنا نحكي بيها، مثل اللغة وتطورت هاي اللغة وصارت مثل هسه بين الاصدقاء تصير لغة، مثل صاحبك يغمز لك او شيء، او تصير مثل اشارات بين لاعب منتخب لاعب الثاني وهيك، يعني صارت مثل يستخدمونها اصدقاء بيناتهم. ها هي هاي اللغة اتطورت قبل يعني كانت قبل اللغة اللي هسه احنا نحكي بها. لغة الجسد وهي معروفة عالميا يستخدمها الفنانين او المشهورين عالميا من خلال الجلسة مالتهم او من خلال نظراتهم او من قعداتهم. هناك تحليلات وخبراء يحللون من الجلسة مالته ينقل شيئا الى الجمهور التابع اليه انه يمثل بها او هيك شيء. لغة الجسد هي يعني عن النظر، عن تأشير بالإيد، يعني مثلا عندك الصوم اللي ما يحشون زين، يعني هم اغلب الوقت يأشرون بيدهم حتى